إذا قلت لا إله إلا الله مصدقا بها هيبتدي سلوكك يتغير وأخلاقك تتغير. ليه؟ لأن لا إله إلا الله في معناها الحقيقي هي كلمة تحرير، أن ما فيش قوي ولا فاعل ولا مميت ولا ضار ولا نافع غيره، يبقى معناها تحررت من كل الآلهة المزيفة، سواء كان واحد بلطجي أو إنسان طاغية أو ظالم أو لم تعد تخشى الموت أو تخشى المرض أو إلى آخره. بتقول في الآخر الأعمار بيد الله، ينتهي الخوف، يعني التشتت، لا إله إلا الله تنقذ النفس من التشتت ومن الضياع بين عدة آلهة. فبدل ما انت هتخاف من ده ومن ده ومن ده ومن ده، بتخاف من الميكروب والمرض والانفلونزا ومن مش عارف الحرامي ومن البوليس ومن، لا، تخاف من ربنا بس. لا تخاف الا من واحد، ولا تخشى الا واحد، ولا تطمع الا في واحد، ولا تطيع الا واحد، ولا تسأل الا امام واحد. فكل ده يبسط، يوحد النفس ويجمع همة النفس على الله سبحانه وتعالى، ثم يديها شجاعة، لان ما عادش الواحد يخاف بقى ما دام النفع والضرر بايده. يبقى انا ما اخافش من حد، لا هيقدر ينفعني بشيء ما كتبوش ربنا عليا، ولا يضرني بشيء ما قضاش به ربنا عليا، فانا اخاف منه ليه؟ ما اخافش من الموت لاني بقول الاعمار بيد الله، ما اخافش من المرض لان المرض ده قضاء ربنا بينزله، وممكن هو بيمرض ويشفي، هو الشافي وهو المعافي. فما دام حطيت املي فيه وطمعي فيه وخوفي منه وطاعتي له ومسؤوليتي أمامه، تبتدي المسألة تتبسط خالص، والنفس نفسها يجتمع، شمل النفس يجتمع بهذا التوحيد، أكنك جيت سلكتها كده زي حبات السبحة في خيط واحد. فبدل ما تبقى نفس مشتتة عمالة ترتجف وتخاف من ده ومن ده ومن ده ومن ده ومنزعجة وهلوع وجزوع وقاعد عمال تقول يا ترى، هتبقى إنسان مطمئن، هيبتدي النفس يبقى فيها طمأنينة وسكينة وتوكل، يخشها الراحة، تخشها النور من جوه، وتتحرر النفس، تتحرر. فمعنى لا إله إلا الله بالنسبة للإنسان معناها كمال أخلاق.